شهد الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه صباح اليوم تخريج المشاركين في برنامج تاهيل وتدريب متخصصين في الادله الجنائيه وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزاره الداخليه وسفير المملكه المتحده لدى مملكه البحرين ومساعد رئيس شرطه مقاطعه دورهام دورهام بالمملكه المتحده. ويندرج البرنامج ضمن مجموعه من مشاريع التاهيل والتدريب التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الاكاديميه الملكيه للشرطه وشرطه مقاطعه دورهام بالمملكه المتحده ويعتبر مشروعا تدريبيا متكاملا يعمل على تطوير قدرات المتخصصين في الادله الجنائيه بما يسهم في تعزيز ادائهم الاحترافي حيث يحتوي المشروع على دورات تدريبيه في مجال مسرح الجريمه ومجال البصمات بالاضافه الى دورات تخصصيه ودوره اعداد المدربين لاستدامه المشروع وقد أوضح معالي وزير الداخلية بأن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يعتبر محورا رئيسيا في تقديم الخدمات الأمنية بالدقة والكفاءة المطلوبة وتعزيز الاستراتيجية الأمنية المستقبلية. منوها بأهمية الاستمرار في تبني مناهج وآليات التطوير والتحديث والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في مجالات عدة ومن بينها جمع الأدلة وتعزيز التوجه نحو الاعتماد على الأدلة المادية والرقمية للاستمرار في ترسيخ مبدا العداله الجنائيه. واشار معاليه الى ان استراتيجيه التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها تتطلب مواصله تحديث البرامج بهدف الارتقاء بالعمل الامني واعداد رجال الامن بالشكل الذي يضمن التعامل مع المتغيرات والتحديات الامنيه بكفاءه وجاهزيه عاليه. من جهته القى سعاده الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الامن العام كلمه اكد فيها ان تطوير الاكاديميه الملكيه للشرطه والعنايه بها هي على راس اولويات معالي وزير الداخليه لتكون المؤسسه التي تتولى عمليه اعداد وتنميه كوادر الوزاره بمختلف مستوياتها القياديه وتخصصاتها لكي تكون مؤهله لتحمل مسؤوليه تطوير وقياده العمل الامني والشرطي في مملكه البحرين. واوضح ان المبادره التي يتم بمقتضاها تنفيذ هذه المشاريع التدريبيه بمثابه شهاده على الرؤيه التي وضعها معالي وزير الداخليه والتي تهدف الى تحديث وتعزيز قدرات شرطه البحرين لتكون قادره على تقديم افضل رعايه وخدمات شرطيه ممكنه وضمان سلامه المجتمع وامنه ودفعها الى طليعه انفاذ القانون ليس فقط على المستوى الاقليمي ولكن على المستوى العالمي لافتا الى ان التعاون بين وزاره الداخليه وشرطه دورهام اكثر من مجرد برنامج تدريبي بل يجسد التزاما مشتركا بالتميز والتقدم حيث لم تقتصر هذه الشراكه على تزويد الضباط المشاركين بمهارات حاسمه في التعامل مع مسرح الجريمه والمجتمع بل انها ايضا تجسد التزاما مشتركا بالتميز والتقدم من جهته اكد السيد جون ماك ادم مساعد رئيس مقاطعه دورام بالمملكه المتحده على اهميه التعاون مع وزاره الداخليه من خلال هذه المشاريع التدريبيه المتكامله والتي يمتد مداها الزمني الى ست سنوات. مشيدا بدور وزاره الداخليه وما تتمتع به من خبرات وكفاءات اسهمت كثيرا في تحقيق الاهداف المشتركه لهذه البرامج التدريبيه. وقد تم عرض فيلم تسجيلي عن اهم مشاريع التدريب والتاهيل واهدافها والتي يتم تنفيذها بناء على مذكره تفاهم تم توقيعها في يوليو من العام 2018 بين وزاره الداخليه وشرطه مقاطعه دورام لاطلاق اربعه برامج تدريبيه متقدمه ونوعيه ومعتمده دوليا بهدف تعزيز قدرات منتسبي الوزاره في مختلف المجالات التخصصيه وبما يتناسب مع التحديات الشرطيه الحاليه. حديثة وقد قام معالي وزير الداخلية بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي سائلا الله لهم التوفيق والنجاح ومعربا عن شكره وتقديره لشرطة مقاطعة دورهام بالمملكة المتحدة على ما قدموه من خبرات وإمكانات تدريبية متميزة شاكرا كذلك الأكاديمية الملكية للشرطة التي تعد صرحا تدريبيا متميزا متمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.